بريفنتبل، أغلبها بريفنتبل، عشان كده اسمه الموت العوام. Why do we want to، لماذا نريد أن نخصص الأطفال بالخدمات وبال... simply لأنهم في بلادنا they form half the population. في البلاد، في بلاد التي تسمى developing، من 45% إلى 50% من تعداد السكان هو أطفال under 15. And because they are the most vulnerable at risk, and because they are the weakest and the most deprived in the community, and because they experience the highest mortality, and also because they are less covered by services. Nelson Mandela يقول it is heartbreaking to think that 3 million children die each year from diseases that we can prevent. 3 million children. وشوف القائد ذاته اهتمامه بالchild health وبالmortality وبالأشياء زي دي. مش ما مهتمين بسلطة ولا مهتمين بكرسي. والرجل يقول it is heartbreaking، إنه مما يحزن القلب أن نعلم أن 3 ملايين طفل يموتون سنويا من أمراض يمكن منعها بالوقاية منها. نحن محتاجين لاختراق مجتمعي. Social breakthrough is needed because according to Melinda Gates you can have the best vaccine for a woman or her child. But if you can't get her to come and get them, they will not work. وهذا حقيقة. حقيقة, children are our moral responsibility. في الكلشر حقتنا, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. It is enough sin for one to neglect or let down his dependents. الأمومة والطفولة قديمة في التراث الطبي عندنا. هذا الطبيب أحمد بن محمد بن يحيى البلدي المتوفى عام 340 هجري، أكثر من 1000 عام يعني، كتب كتابا سماه كتاب تدبير الحبالة والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم. كتاب تدبير الحبالة أو الحبالة يعني the pregnant women، يعني كأنما العناية بالطفل تبدأ به وهو في رحم أمه. كتاب تدبير الحبالة يعني ضد الأنتينيتال كير والأطفال والصبيان. أطفال والصبيان هنا كأنه يفرق بين الإنفنت and the older children because most of the mortality is amongst the infants. Infant mortality. كتاب تدبير الحبالة والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم protecting them, preventing ومداواة الأمراض العارضة لهم. شوف قدم حفظ الصحة على مداواة الأمراض العارضة، لكن he did not neglect the cure أو the curative care. طيب what are the childhood problems in the developed world, the so-called developed world? Congenital malformations. وحتى congenital malformations الآن they found that it is related to certain nutritional elements. وبالتالي يمكن
يجي يوم من الايام يعني يقضوا على congenital malformation. البرينيتال موربيديتيز، الاكسيدنتس، نحن نتكلم عن الشايلد هود بروبلمز في الديفلوبد وورلد عشان تو كومبير ات مع اور وورلد. congenital malformations, prenatal morbidities, accidents, accidents, home accidents or out of home accidents, behavioral problems, مشاكل سلوكية, teenage pregnancy, حمل المراهقات أو القاصرات, abortion, social and psychological stress. دي مشاكل الطفولة في البلاد المتقدمة. Why worldwide mother and child health has been improving؟ لماذا تحسنت صحة الأطفال والأمهات عالميا؟ Maternal and infant morbidity and mortality dropped sharp because of a number of things. Provision of health prerequisites, improved social welfare, improved antenatal care, safe attended delivery. يعني ما في delivery unattended في أوروبا مثلا أو أمريكا. Improved birth weight. Birth weight مهم جدا يا أخوانا، لأنه آثار low birth weight بتستمر حتى الرابعة، اللي هي دي الفترة كلها بتاعت البرين growth. مهم أن البيرث ريت يكون أديكويت. تشايلد ديسبيسينج برضو حصل، تشايلد ديسبيسينج أند بيتر هيلث سيرفيس. ناو وات آر ذا تشايلد هود بروبلمز إن أور كونتري؟ بداية المال نيوتريشن، والآن أنا متأكد لو أي واحد فيكم أي واحد فيكم عمل دراسة عن nutritional status of children under five، هيلقى أنه more than 50% في الظروف الحالية في السودان الأطفال مصابين ب one variety of malnutrition. أنتوا سامعيني يا أخوانا؟ Hello يا دينا. ايوه يا بروف، سامعين لكم؟ سامعين يا بروف، سامعين يا بص. كويس كويس. سو مشاكل الطفوله في بلادنا، مال نيوتريشن، بعدها انفكشن، والانفكشن نفسها ريليتد للمال نيوتريشن، لانه لما يعني النيوتريشنال اليمنتس اللي مهمه للاميون سيستم لما تكون ما فيش او ناقصه، أكيد you should expect infections. Social and economic problems، الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المتردية جدا جدا الآن في السودان. Psychological problems، مشاكل نفسية بدأت تظهر في الأطفال. Female genital mutilation، بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى للأسف الشديد. هذه المصيبة الكبيرة ما زالت قائمة بصورة أو بأخرى، يسمونها سنة وليست بسنة. Street children, homelessness، تشرد، يعني هذا ما كان عندنا أبداً، ما كان عندنا. الآن كثير من الشوارع والتقاطعات تلقى فيها الهومليس. Foundlings، Foundlings معناها الأطفال اللقطاء، أيضا هذه الظاهرة زادت. المايجوما، Poverty، واحدة من مشاكل الطفولة الكبيرة، وبعد شوي حنتكلم عن علاقة الPoverty بـ Child Health. هذه هي المين childhood problems in Sudan. Besides ما ذكرت، في new childhood challenges، في تحديات جديدة.
sexually transmitted diseases. Drugs اللي انا بقصد بها الادويه المؤثره عقليا اللي هي يسموها مخدرات. قالوا ما تقولوا مخدرات، قولوا الادويه المؤثره عقليا او المواد المؤثره عقليا. Number three, learning problems. Dyslexia, ADHD, attention deficit, hyperactivity disorder, child abuse, إساءة معاملة الطفل, parenting problems, parenting and grandparenting. إخواننا عندنا إحنا parenting and grandparenting. يعني الطفل كان نائبه كبيرة جدا. الأم والجدة والعمات والخالات. Accidents أيضا داخل البيت وخارج البيت. برضو من التشالنجز adequate birth interval والprevention of low birth weight. طيب عشان نوضح أهمية child spacing، أنا عملت دراسة في عام 2012 على أطفال سعوديين في عمر 9 سنوات، أطفال المدارس، دراسة عن البيرث انترفال، الفاصل الزمني للإنجاب. وبالمناسبة أنا أدعو لي child spacing not birth control or family planning، لأنه family planning و birth control اللي هي دي تحديد النسل هذا يتعارض مع الكلتشر ومع الدين وراءه أجندة خبيثة الذين يدفعون بعقوبة على الحمل في المجتمعات ويوزعونها بالمجان. They want to reduce the number of people in our country. أنا حضرت مؤتمر في بريطانيا عن الملاريا. واحد من أشهر البروفيسورات وقف قال إذا لم تراعي هذه الدول، أقصد الدول اللي منتشرة فيها الملاريا، إذا لم تراعي هذه الدول تنظيم النسل فيجب ألا نجتهد كثيرا في مقاومة الملاريا. سبحان الله، يعني يقصد أنه نخلي الملاريا تكون هي المنظم للنسل، يعني تقتل الناس عشان population ما يكون كبير. فده التفكير يا إخوان. أيضا التقيت ببروفيسور مشهور جدا كان شغال في إندونيسيا أمريكي، قال لي الحرف أنه بدأ مشروعا عن صحة الأطفال في منطقة اسمها سورابايا مشهورة في إندونيسيا. كتب لي كثير من المنظمات أنه محتاج لعربات للفاكسينيشن وللشغل بتاع الشايل هيرز. قال بعد سنة كاملة جاته 3 عربات. قام رسل رسالة ثانية أنه دار يشتغل في family planning. وصلت أكثر من 20 عربية in no time. فهذا لابد الناس ينتبهوا لهذا الشيء. أنا شخصيا لا أتكلم عن birth control ولا عن تنظيم أسرة، ولكن أتكلم عن child spacing، مباعدة الولادات لا تحديد النسل. عملت دراسة على هؤلاء الأطفال السعوديين ووجدت الآتي: Children who are born before or after a birth interval of 2 or more years were 2.5 kg heavier, 3.5 centimeters taller than children who were born before or after an interval of less than 2 years. أنا حقول النتيجة دي خلاصة حقت
دراسة حقتي دي اللي اتنشرت حولها بالعربي، وعايز واحد أو اثنين يكرروا نفس الكلام اللي أنا بقوله عشان أتأكد إنه الكلام يتفهم. الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد، قبل أو بعد فاصل زمني للإنجاب عامين أو أكثر، كانوا في المتوسط 2.5 كيلو جرام أثقل و 3.5 سنتيمتر أطول من الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني أقل من عامين. أنا أكرر، الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني للإنجاب عامين أو أكثر كانوا 2.5 كيلو جرام أثقل و 3.5 سنتيمتر أطول من الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني أقل من عامين. I want a volunteer to repeat what I said. Please respond. Anyone? تعال الصوت شوية، بيقولوا الصوت بالفيس ضعيف شوية. الصوت ضعيف، أنا ما سمعني. أنا هكرر لكن الفيس ضعيف جاب الصوت. لو تعلي صوت المايك أو والله صوت المايك عالي كده ما سامعني كده كيف؟ أنا سامعني في الزوم مسموع كويس خالص. طيب أنا عايز ولنتير يقول الكلام اللي أنا قلته. الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني للإنجاب عامين أو أكثر كانوا في المتوسط 2.5 كيلوغرام أثقل و 3.5 سنتيمتر أطول من الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني أقل من عامين. يلا أفراد أنت الشغل دوم مصر. السلام عليكم يا بروف. السلام عليكم. السلام. الأطفال الذين يولدون معي في زول مشارك تاني غيري. أديتك الفرصة، بديت وأديتك الفرصة. السلام عليكم. عليكم السلام. الأطفال الذين يولدون بفاصل زمني قبل أو بعد فاصل زمني. الأطفال الذين يولدون بفاصل زمني الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني قبل أو بعد فاصل زمني فاصل اثنين سنة أو أكثر. أيوة. كانوا أثقل بمقدار 2.5 كيلوغرام وأطول بمقدار 3.5 سنتيمتر من الأطفال الذين يولدون بفاصل زمني يولدون قبل أو بعد قبل الذين أو بعد. يولدون قبل أو بعد عامين أو أقل. لا لا لا، قبل أو بعد فاصل زمني أقل من عامين. أقل من عامين الذين يولدون بفاصل زمني قبل أو بعد أقل من عامين. بارك الله فيك. Anyone else would like to try؟ قول الكلام ده. الأطفال الذين يولدون أيوة الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني للإنجاب عامين أو أكثر كانوا في المتوسط بأثقل ب 2.5 كيلومتر
و 3.5 كيلومتر كيلومتر ولا كيلوغرام؟ كيلو جرام و 3.5 سنتيمتر لونج، يعني أطول من هذا. 3.5 سنتيمتر أطول من الأطفال الذين يولدون قبل أو بعد فاصل زمني أقل من عامين. عامين. إخوانا هنا أنتم شايفين أهمية أنكم تشوفوا السلايد، يعني يقول لك يعني if I see it I remember it ليس من رأى كمن سمع. لا لا، النظر مهم جدا للسلايد. طيب يا بروف، سؤال. تفضل. الفاصل الزمني هل المقصود به البيرث تو بيرث ولا بيرث تو بريجنسي؟ لا، المقصود به ال 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 بين بين ولاد بيرث تو بيرث. نعم، بيرث تو بيرث. نعم، مباعدة الولادات. اوكي اوكي النقطة دي عامين عامين من الولادة إلى الولادة، وليس من الولادة إلى بداية البريجنسي الثاني. عامين من الولادة إلى الولادة، لكن هي احنا قلنا عامين أو أكثر. ولما الدراسة دي التفاصيل حقتها طبعا اديتكم بس الخلاصة، لكن التفاصيل بتقول الفاصل الزمني المناسب للإنجاب من 24 شهر إلى 36 شهر. من 24 يعني سنتين إلى 3 سنوات. إذا زاد من 3 سنوات تبتدي المشاكل، ترجع تاني حيكون التأثير حقه زي إذا بقى أقل من عامين بالضبط. استمر يا إخوانا، استمر نستمر. طيب، تعليم البنات Girls Education and Health، ارتبط تعليم البنات بimprovement in the nutritional status reduction in infant mortality and child mortality reduction in birth rate، معدلات المواليد. ده يا اخوانا تعليم البنات وتأثيره على صحة الطفولة. Very very important. الآن نتكلم عن prerequisite of health، يعني متطلبات الصحة. هذه خرجت من ما يسمى الأوتوا ديكلاريشن. اجتمع الخبراء في أوتوا في كندا وحددوا 8 متطلبات للصحة. شيلتر، نمرة 1 شيلتر اللي هي هاوزي، فود، بيس اند سكيورتي، إديوكيشن، مانثلي إنكم، ستيبل إيكو سيستم، sustainable resources و social equity، العدالة الاجتماعية. هذه هي متطلبات الصحة: المأوى، الغذاء، التعليم، الأمن والسلام، الدخل الكافي، الموارد المستدامة، العدالة وال stable ecosystem، النظام الإحيائي المستقر. الحقيقة الجماعة الخبرة ديل فات عليهم one important prerequisite اللي هو الفريدم. فريدم، حرية، لأن الأوبريست والإنسليف والدرجت cannot be healthy. الناس المخموعين لا يمكن يكونوا healthy. A sick man is not a free man. Freedom as a prerequisite
was added by December Revolution. يقول حرية سلام وعدالة، سلام والعدالة والحرية. والحرية ضروري جدا جدا للصحة. علاقة الفقر بموت الأطفال، يعني دخل الأسرة، عمل دراسة في الهند عن دخل الأسرة ومعدل الوفيات. لما كان نصيب الفرد في هذه الدراسة، لما كان نصيب الفرد من دخل الأسرة أقل من 20 روبية، لما كان الدخل الشهري للفرد أقل من 20 روبية، كان معدل وفيات الرضع في 1180. طبعاً 20 روبية دي أظنها قرشين ولا 3 قروش في 1000. لما زاد نصيب الفرد من دخل الأسرة إلى 50 روبية انحسرت الوفيات إلى 82، من 180 إلى 82. ولما زاد دخل الفرد إلى 100 روبية انحسرت الوفيات إلى 46 في 1000. ولما زاد الدخل إلى 200 روبية صار معدل وفيات الرضع في 1018. احنا بدينا بمئة وثمانين ألف وانتهينا إلى 18. والمئتين روبية دي بالمناسبة يعني مبلغ لا يذكر، أنا ما أعرف الآن تعادي كم. أهمية البيس and security. War and conflicts one of the top 10 causes of death. والarmed conflicts النزاعات المسلحة kill 3.6 million people and displace 50 million people. أنا أتصور الاستاتيستي قديمة شوية، أنا أتصور الآن الوضع يكون أسوأ من كده. Lack of social equity will lead to conflicts and violence. World expenditure on arms, إنفاق الدولي على الأرمز على التسليح 1,464 تريليون دولار، 1,464 تريليون دولار. هذه الـ prerequisites of health تكاد تكون معدومة في السودان، يا إما معدومة يا إما قليلة جدا. ما في social justice، هذا أدى إلى ما نسميه الـ inverse care law، قانون الخدمات المعكوس. Those who need it most get it least, and those who need it least get it most. Investing in family welfare is investing in productivity and social development. Therefore, we need a real civilian political system which is just and responsible. ما هي الخدمات التي نريد؟ We need extensive, more than intensive services. Extensive, more than intensive services. Services to reach the unreachable. Teach the unteachable and weigh the imponderable. وتقيم وزنا لمن لا وزن له. هذه هي الخدمات التي نريد. الشريحة الأخيرة للأسف يعني كثير من الأشياء اللي تكلمت عليها دي عليها أشكال إيضاحية في الشرائح،
الأشكال الإضاحية هذه بتخلي الناس يتذكروا إذا في فيجرز أو يتذكروا أي. أنا أحب دائما أقلب المعلومة لـ illustration إلى شكل إضاحي. شريحة الأخيرة تقول أن تكلفة التسليح والتدريب جندي واحد تساوي تكلفة توفير التعليم لـ80 طفلا. تصوروا تكلفة التسليح والتدريب جندي واحد تساوي تكلفة توفير التعليم لـ80 طفلا. تكلفة بناء غواصة تساوي تكلفة نصف مليون مسكن، نصف مليون مسكن. وتكلفة إنتاج طائرة مقاتلة واحدة تكفي لإمداد 40,000 صيدلية ريفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كان بودي أن يعني تشاهدوا هذه الشرائح لأن أغلبها illustrations بتعلق في الذهن أكثر من الكلام. زي ما قلت لك if I hear it I forget it, if I see it I remember it, if I see it I remember it. أنا أتوقف هنا وإذا كان في أي أسئلة I will be pleased to answer this. آمنة. آمنة. ألو. 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 وانا سامعني انتم؟ ايوه يا بروف سامعينك متابعين. لا لا اذا سامعين كنت من قبل قلت له انا بقول الو الو هسي لي مده ما في زول قال لي سامعينك كذا شيء اتاكد من اخواتي كذا لانه سمعوني سامعين بس عشان كنت بتنادي يا دكتور عاملة. طيب انا انتهيت وقلت إذا في أسئلة أنا حكون سعيد بالإجابة أو أحاول الإجابة عليها إن شاء الله. I'm fine. Hello? السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا بك. خلصتوا ولا شنو؟ منو معايا؟ منو معايا؟ دكتورة دينا. أهلا يا دكتورة دينا. الله يبارك فيك. يبدو أنه ما الناس ما كانوا سامعين كويس يعني. يبدو أنه الناس ما كانوا سامعين كويس. أيوة. أنا ما سامعك. لك يبدو أنه الناس ما كانوا سامعين كويس. لا أنا هسه سامعاك كويس. والله المحاضرة دي أنا ما مقتنع بيها. ما مقتنع بأني أديت محاضرة أبدا. ليه؟ بالعكس والله.
في أي أسئلة يا آمنة؟ السلام عليكم يا بروف. أهلا بك. أهلا. أنا دكتورة أميرة. أهلا يا دكتورة أميرة. أهلا. أولا المحاضرة يعني كنا سامعين كويس يعني، لكن بصراحة بالإسلايد في المحاضرات السابقة كان التركيز بيكون أعلى، مش كده؟ يعني أيوة الاستيعاب بيكون أفضل بكثير. نعيدة. فأحيانا نعم نعيدة. والله يا ريت لو عدنا بالإسلايد. محاضرة جميلة يعني، مواضيع جميلة فيها. كان ذكرت يعني أنا سمعت عن تعليقك عن الفاميلي بلانينج، وإنه الأفضل استخدام الاسبيسينج. أنا يعني قصدك الهيلثي تايم عن سبيسينج أو بريجنسي. Health timing and spacing of pregnancy. أيوة. أيوة. يعني كان بتقصد نعمله من غير استعمال ال family planning methods. يعني استعمل لا ما قلت كده. قلت أنه قلت لا يمكن استعمال الموانع. أي نعم. أنا ما عندي اعتراض على استعمال الموانع، لكن عندي اعتراض على أنه النصيحة للنساء تكون أنه يعني ما يلدوا إلا طفلين أو ثلاثة مثلا. السياسة دي ما نجحت في الصين وما نجحت في الهند وما نجحت، لأنها ضد الفطرة. طول ما الفاصل الزمني بين الطفل والآخر سنتين إلى ثلاث سنوات، الأم أيوة. ممكن تكون عندها أي كمية من الأطفال اللي بتقدر عليهم يعني. أيوة. واضح؟ واضح. المهم تمنتين الفترة الزمنية. بالضبط سنتين إلى ثلاث سنوات. سنتين إلى ثلاث سنوات. نعم. طيب بيخش بقى برضو ال التايمينج بتاع البريجنسي، يعني الايج اوف ذا مذر. ايج اوف ذا مذر ما عنده مشاكل براها الثانيه، لكن انا الان بنتكلم بالتحديد عن مباعده الولادات، عن الفاصل أيوة. الزمني للانجاب. كم عدد الحضور يا اخوانا؟ الاثنين. آمنة. واحد واربعين يا بص. اها نقصوا كثيرة. شوي الشبكة بتكون تعبانة في السودان مع قطوعات الكهرباء والحاجات دي، فعشان كده ايوه اي ففي ناس بتكون دخلات وطلعت وكذا، عشان كذا يا بصر. نعم. نسأل الله صلاح الحال. احنا ممكن يا ربنا يصلح الحال، ممكن نعيد المحاضرة دي يعني إذا أحببتوا. يا بروف حاليا 44 في الزوم و12 في الفيسبوك. السلام عليكم. نتمنى والله تدعاد يا بصل المحاضرة.
ايوه، لانه زي ما قلت لك ال ال السلايدز مهمه جدا الزول يشوف يعني، خصوصا اذا كانت السلايدز الستريشن يعني ماده اضافيه اكثر من انها هي يعني ارقام وبس، لا اشكال اضافيه. إذا ما في سؤال ممكن نوقف، نكلم الدكتورة آمنة ترتب أنه متى نعيد المحاضرة. ما في مخطوطة هناك. بكرة إن شاء الله. حل إن شاء الله. شكرا لك يا بوس وشكرا لكم جميعا للحضور يا استاذ. لا بكره السكول هذا صح؟ طيب نتوقف ها هنا ها هنا، والى لقاء ان شاء الله بعد بكره. ولا بكره هي؟ بكره بكره يا بروف. بتاع السكول هيلز 200 بكره؟ بكره في نفس الزمن. نحاول في الدور يساعدنا في القصه بتاعت ال 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 الزوم دي، اوكي؟ ان شاء الله. كمان قطه مات. طيب يلا السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا بروف، ربنا يديك العافية. شكرا لك كثير، لك كل الشكر والتقدير والامتنان، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. يديك العافية يا رب. آمين يا رب. محمد تعال. جنب الخلاط